نبي صلى الله عليه وسلم حديث كلي وحلو ويدي أي الناس خير تدك يا أخير بضن قال أنا ومن معي وحوق خير بضن بعد نبي صلى الله عليه وسلم أنا يعد إيوه لسه قال ثم من يا كسي حقة قال ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر كو الراب كهيا كسي حقة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. ما المهن وحسودو عيد كريستانكا كريسمسكا أيا سودو وانا شعار ديني وإليهين عيد كريسمسكونا وشي باطلة وشريعة الإسلام كأنكو بنانين بل الدين تودا أي بدعكو تاي حين ودى بالدقيان وحفل ذا وصمين ايان او فرحيان وعيد قياشين ان اليهين وعيد ميلاد يسوع عيسى الله دريبي كليين عيسى ده شيء ما لنتنا شيء شان يلا باتنكا ديسمبر ايو ده شيء بيدهدين عيسى نو حيو قبان انو يهي انو الله يهي والهي يهي ايو قبان قاركودنا وحيو قبان انو يهي انك الهي اي قاركودنا او قبان قار كريستانكا كميدي قار كلو كريستانكا كميدنا وحي وقبان صدح الله يسكو دراي أي يسكو إلهة والأب يا الابن يا روح القدس صدح ذا مركا اللي يسكو إيوه إله واحد يسكو يهين بيدهدين وإله كليئه مد لوغ إيي مد كلي لوغ إيي وحي وديغان تامد وانا واحد بيليين وكلي هدنا وحي إليين وصدح ووحي إليين عيسى قيس وآدمي قيس كلنا وإلهي بيليين سيدا سدراد وحي مركا عيسى وحي كأمن سيهين يا وحي مسلمين تو كأمن سيهين او اها واكل دوينهين يا وحي ودبال دقيان وعيد اصمين ايان وحفل ذا اصمين ايان انو الهو دي وقت قان رشي اما انا الهي انو رشي اما صدح ليسو قيي او اسكو اله متكمد انو رشي لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم الله وحي رواق قالوا بينكو ويري الله هو عيسى ابن مريم وحكروا الله يري لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقالوا بين كوة أرنية صدح ليسو قيا اسكو إله كليئة وقيب كريستان ككمد وحي قبان ثالث ثلاثة وحلم إذا عد الشيك تأتي لهذا وإن إلهي وإلهي أبد السكتان وقالوا دي مسلمين توحلوا باهيها إن اسكا إلاليان وإن بأين كعيدي يلان كريسمسكا عيد نمأ أقونصا كقيب قادا كقيب قرين كفرح فرحض أين موشن أبطك إي عرورت إي رهيرها إنك كفرحيان أين يدونين وحين أسمين شرين أين أسمين وحين مالمها كالأسمين شرين أين أسمين حتى قال إن لوغو تهنية ديو لوغو بقادية معها والله إلا هذا إلها عيد دين هيدين بركيو وأرهم باطلة قال لما كأمن سينما قال لما الله بركيا كورهن عيد هذا السمين يسو حيالو حاران أهم بنانين او دكان خمر فرطه دكان كخمر جاء الى هاي كوبره كيمد اودن معناه دو حي نوقنيسا رالي باد كنقطي مع سيدي باد كجرتي سيدات قالما او رالي نوقنيسا دبا حددو امنته وحي كامن سيهين دو ارن خطره حدد كقيب قادتنا وارن مركا وحوي خطره شعاردودا كفرغا اي قالنمدا وانات كلا قيب قرين وكا قيب قادن سيدنا عيده وكوبيهين ومدول بعيد بيلا دهي نبي وحر صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا قولك استعيد بيلايتنا وعيد ديني حلقا قادن عيده إن يسلح قلالين يبنانين وحكى للنبي وحر صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما إلهي وحيد كبدل لبضل مع المضلوة مع المضوكة خير بضل قرض أنصار تواجه روحي لهان شري اللبن مالمود وأي دبال دجان وأي فرحد موشيان وأي كعيد يشان مركزان النبي وكوري صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان حيهن لبن مالمود تدن وحيه ولبن مالمود وقت الجاهلية ده إسلام نما ذكر عيد نوع هاوي مركزان النبي وكوري صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما إلهي وحيد كبدل لبك خير بضن عيد الفطر وعيد الأضحى لبدا سيد كبدل
ساساوي ذا صحابتي وقت تجين لبدي ما نودب وجمع عيد يران على مدى وحي كدر يشدن لا يجمع بين المبدل والمبدل منه كلا جب بدلي يكيل جب بدلي لما كل مناي وحكى النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادهم حديث أبي داود ك نبأ وحكون ندري ما شبو أنا اللي هجيل وكوق له مركز النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وصل من أوثان الجاهلية يعبد صنم ماذي قال هذا الصنم كم إذا مشى اللي قل عابد يشري مية يشرتي قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم مية كسوق نانجرت عيد عيده هذي كم إذا قالوا لا وحيد هذا المية قال فأوفي بالنذرك فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله يعني أوفي النذر كاقا فأوفي بالنذرك وحلقة ترتيبية لبضا مانع هدو كم ريهي لبضا شيء سور تاقية نذرك إن لأوفيه ديدية هدو كم ريهي إن لأوفينا وحلقة قاتا لبضا مدهان هدو كسوغنان شري إن لأوفين لحين وايا هدي مركا أوفينتو أين كحرنا إن لبضا إن كم رنتهي لما كان للاستفصال معنا ويدين النبي وكان التفصيل ويديو ويرسدن مياي شري شرتي ويكون هذا المايا فإذا الزيادة إننا كرلتين أيا كإما الله هذا كان النبي قلنا صلى الله عليه وسلم إنه فإذا كمرين يهي مصورة قالها ساساودد شوابتو هل كان نغطي مايا كمسوق نانشرين وحيدي وواقي هوري لقعيدي يلنشري هذا يهان الله هيد مركا ميشان ميل لقعيدي يشالغو صوشرة سندي بمر أما لبقور أما وحلمدا وسيدي عيد يعني لوغو صوشرة هذا يكسوق نان الله هيد إن لوران لها هؤو فنن أيا لغا قاتها وحي كدري شدان علمدو إنان عيدها قالة لغا قيب قلين أما عيدها أن شرعيق أهين إنان لغا قيب قلين والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما تابعين تقارو حي كفا سنسيد مجاهد والذين لا يشهدون الزور وأعياد المشركين وعيدها قالة ويوزور وباطل وحكا صوب باطل إن لغا قيب قاتها مبنانا الله وحده ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هسوك كالمينين الدنبقة إيا حد قدبك ودنبقة أقول لك كالمينة أيها أما لقا قيب قادنا يوي إن عيدها قال هذا لقا قيب قلا ساساود وإن آدي آدر ليس غير لاليا لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكو وحيكو فصيرين سلف كي قاركودين يلاهدين من سكن وحلوت شيء ذا بمعنى عيدا قلوا البوحنوية لعيد عيد أمور عادية ومحضية ماها أمور عادية وصافئة ماها ولبقى ركوز شعار الديني حنبار سيهين ساسا ودد وإن المركة لقى قيب قلين لسك إلاليا علماء ذا حنفية ذا قاركوز وحي لهدين سيد أبو حفص الحنفي وحو فتوضي وعلماء ذي حنفية ذي هرشي خمدا من أهدى بيضة لمشرك روح حبض بيضة حبض بيضة روح قال أهدية أهدية أصية فرح أعيدي سكفر حسنية هاي أما فرح أموتشنا يعيد وكفر حسنية هاي درادية أهدية وهدية أصية فقد كفر وقالوا بي علماء ذا قاركو الساسية ذا بيؤتقيين بعض أهل العلم أهديات بيؤتقيين أثرت الصحابة عمر بن الخطاب وحكى سارورتين ويلي لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم قال هذا مركا كنيسة ده هو قلنا ما لنت عيد ده ويعرض إلهي بكسه الدقيسة أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ويلي حتى قال إن هدي الله سيء أم اللوغو بقادي أم اللوغو تهني يدي ماءها إن لقى عيدية شماءها إن لقى قيب قاتة ماءها عيد كستوء عن شرعي أهين وإن لقى فقادة أو لقى دير هذا عيد هو كوبين شرعا وحا عيد نوءه وحا ينوءه عيد عيد زماني يوم الأضحى يوم الفطر يوم الجمعة عيد كلو شرعي مريهن وحا الله وحا لقى عيدية شاكالي وحا نغنية وحا باطلة لكن بطلان كود وسيك على درنتي كريسمس كود وقود درياي ساسا اوديد وين ادي ادي ليس كترا اما مسألة كو سابسان هديد هدي السيان قف مسلمة علماء دو اسكو خلافين
هذا ما هديت بالصين يا معها إن هديت هذا بحصة مارين تاس وأترى هذا مرك هديت بان مرك قال كي الصين يا يعني لأجل هذا اليوم وحنا تسين شري وقت يكلا يعني متكوب بنان ما ويوحنا غنيس عيد إن تحقلي سي عيد إن تكقي بقادتي أي مرك نغنيس ما نارم باطلة وحد يدو مارين تان لسينا يقال هذا مجر تيعيد كالتونا يدو لدونا أي مارين تا إن لغو موشي فرحي دا لكن هد يد هدى السيان قف مسلم مقاضنا يا هد يد مسوى ديدية شاي الشريعة دا كو حارانا هدو يهي لغا أقبالي ماي سيدا خنزير وكلا هدو كو هدية أما خمر وكلا كو هدية أما وحمرك إلهي غير كلوك ورعي هدو كو هدية يعني وحي الشريعة ده حرام كوا لقى أقبل ماي لكن شيء الشريعة ده أن أصل أهان حرام كوا هين أو كوب النان أو مباح أهان شري هدو مالين تنقف مسلمة أهد يديو خلاف باكوشرة بين أهل العلم علماء قال وحي له ولا دي ديا بعض أهل العلم وحي لهدين مشكلة ما لهين هدي يدك أقبلا هدي وحاسي وح بنايهين شيء الشريعة ده كوب النان هدو يهي أن حرام أهين ما رنتو حاران كيي لما يسوي إن لقى أقبله ولا أقبله يا وحان الصحيحة وقوي قول كورنا يا ولا أقبله يا أقول لكم الديني ويو حصار رتي آثار صحابة لقى سورينا أيو سيدا ما تشوز خوك لما رنت عيد دودة هدية دا أي مركز سيين إن صحابة قاركود أي كأقبلين بسوار رتي وعلي بن أبي طالب لقى سورين وأقبلي وانو عيد الدرادة الديدين وعايشة اللي ويديو عيتلي ويحي مركا مرهو دي يردرتو دا هذا الثمار ايام مرأي وحلم بدا ينسو هدي ايان عنا ويحي لكن كلا اي قور عينها عنا يعني ما تشوص باي مركا كواسة هاي كوا دبك عابو دا اي ما تشوص كلا يلا هدنا ويحي قور عان لما عنا خلاصة دا وحي تهي أثرت الصحابة كسر وتدرد يدو حلقة قادنا يا قولك الصحيح إنه يهي إن مركا هدي يدو ذا إن لديدو إن نعيد نمذو كان صنين وأنا سيد الشيخ الإسلام ابن تيمية وكشاقي كتاب كيسا اقتضاء الصراط المستقيم سيد كشاقي وي مركا أصلك وحيطة هدي ذا قال ذا شيخ عرانا مرهضين كوب صنين شرط باطلنا أين لهين إن لا أقبل يا إن ربلا هين ولو ما لنتي عيد دو دبا هدية ذهب بحيانه أيا لقى قادنا يا سيدة صحيح وأساس يدوي كلمة وحلة شديدي تضبي الله تنكي ربيع الثاني يكون أفر بقول كوبي أفر تنكي هجري والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.